كل الأمور منيحة يا مولاي، بس أنا لاحظت مبارح أن السلطانة قسم ما كانت مبسوطة. يبدو كالعادة لما حضرتك بتكون عند الأميرة السلطانة بتتضايق. هذا طبع السلطانة ومستحيل أن تغيره. كأنك مو عبعضك يا رئيس الحرس، عيونك كأنهم تعبانين. مو نايم، قلقت شوي بالليل ولهيك ضليت سهران. ادخل. مولاي سلطان الأم شرفت. خليها تتفضل. سلطانة، أهلا وسهلا سلطانة. أهلا فيك مراد، في موضوع خاص بدي أحكي معك. مولاي سلطانة. خير شوفي. قل بهار. قاسم ما لازم يتأذى ولا بشكل من الأشكال، لو شو ما صار هو بيضل أخي. كمان أنا أمك يا بيزيد، وأكيد ما بحب تسوق علاقتكم. لا تقلق، أصلاً القصة انتهت خلص. هالموضوع خرب لي علاقتي مع أخي إبراهيم، ما بدي تكون خسارتي أكبر من هيك. لا تنسى أن أخواتك بيكونوا منافسينك، الله يحمي الجميع. بس لو السلطان مراد صار معه شيء وتوفى، شو اللي رح يصير؟ باعتبارك أكبر الأمراء معناها أنت رح تتربع على العرش. بس برأيك هالشي ممكن؟ قسم رح تسمح لهالشي يصير؟ والله فوراً لتقتلك، بعيد الشر عنك. ما حدا بيعرف هالشي غير رب العالمين، هو أدرى بحالنا. أنا ما بشك بالسلطانة الأم، هي مستحيل تفرط فيني، ولو كانت بدها تقتلني كانت قتلتني من زمان. بيزيد الزمن دار دورته، هلأ الدنيا تغيرت وأيام الطفولة انتهت، هلأ المفروض إنك تكبر. يمكن قسم ما تفرط فيك، مزبوط، بس رح تخلي الموت أمنية بالنسبة إلك. قوم تعا معي لورجيك شو ممكن تعمل فيك. كان المفروض إنه اليوم جلبهار تمشي، بس ضميري مو مرتاح، فقلت الأفضل تبقى بالقصر. بس أنت بنفسك طلبت مني إني مشيها، وأنا شفت إنه هذا الشيء مناسب. ما فهمت شو اللي تغير، شو اللي خلاكي تغيري رأيك بهالشكل. مراد ما رح كذب عليك، أنا ما بطيق شوف وشها لجلبهار، بس بصراحة ابنها بيزيد وضعه كتير مأثر فيه. اجى لعندي مبارح وقال لي إنه والدته مريضة كتير، وأنا ما حبيت أكسر بخاطره، فقلت كفرصة أخيرة بسمح لها تبقى جنبه. طبعاً إذا بتشوف هالشي مناسب. مهد بلى، هون محبوس عمك السلطان مصطفى من سنين. سلطانة، الكل بيعرف انه عمي محبوس بهذا السجن، بس ليش جبتيني على هذا المكان؟ فيك تفهميني؟ جبتك بس لورجيك الحقيقة، الحقيقة اللي الكل بيعرفها، ومع هيك عم يغض النظر عنا. ورا هالباب اللي قدامك موجود سلطان عثماني،
سلطان كان بيوم من الأيام هو حاكم الكون وسيد الأراضي العثمانية كلها. صار له 10 سنين محبوس بهالمكان، واللي عم تقول إنه بتحبك واللي لا يمكن إنه تفرط فيك، سلطانة قسم هي اللي رمته بالحبس، وأخوك مراد ما عارضها أبداً. بس بيقولوا إنه واحد مجنون، ولهيك جننوا وقضوا على مستقبله يا ابني. عمك جن من ورا المؤامرات اللي انحاكت، من ورا الداء اللي اسمه سلطنة. انت مناعتك لازم تكون قوية، اذا بتكون متراخي اتأكد انه هالداء رح يقضي عليك. بيزيد، اياك تنسى عمك مصطفى، خليه عبرة. انتبه منيح لتواجه نفس المصير. مولانا سلطان الأم، سلطانة الأم طلبت مني إنك تبقي معنا هون بالعاصمة. الله يرضى عليكم يا سلطانة. باعتبارك أم تفهمتي موقفي وغمرتيني بلطفك الكبير. مولاي بشكرك من كل قلبي، أنتم منحتوني أكبر فرحة بالدنيا. ما سويت هالشي كرمالك، سويت هالشي كرمال أخي بيازيد. عرفي قيمة هالشي ولا تنسائي بالطريق الغلط. لازم تكون تعلمت من دروس الماضي، وإذا ما استفادت منها بتكون بإيدها اختارت أسوأ نهاية لحياتها. أنا وفيت بوعدي، احكي بقى إليا نور وينها؟ سلطانة، القصة بالنهاية مو شخصية، طلبي الوحيد إني ضل مع ابني. احكي. رح أبعت زينال لحتى يجيب لكم إياها. بعتي كمال كيتش. ما بيمشي الحال. إليا نور موجودة بالحرم لك. بالحرم لك؟ مليكة روحي جيبي إليا نور بسرعة. بأمرك يا سلطانة. هاي هي. طول الوقت قدامنا مو شايفينك؟ قومي اتحركي قدامي لشوف. بعد عني، اتركوني، انا ما بدي موت، مشان الله لا تقتلوني. طنيني امي. لقوها لقوها وبعتت مليكة لحتى تجيبها. فيني شوفها؟ سكوت، ترجع على جناحك فوراً وبتنسى هالموضوع.
شوف الأمير قاسم قبل ما تقتلوني. وبكل وقاحة بدك تشوفي ما تجيبي سيرته على لسانك. يا نور وقفي. شو عم تساوي؟ لوين رايحة؟ مليكة هربت مني. وقفوا، شو ساويت لتقتلوني؟ وقفهم يا أغا، هن جايين لحتى يقتلوني. إذا بدكم تقتلوني خلوني شوف الأمير قبل ما أموت. خايفة يقتلوكي؟ أنا رح أقتلك بإيدي. اليانور شو عملتوا لها؟ والأمير شو عم تساوي؟ لو سمحت. شو ذنبها تموت يا حجي؟ سمو الأمير ما بصير هيك مولانا. هي أول وآخر مرة. بعد اللي صار ما عاد رح ورط حالي بهيك مصايب. وأنتي لازم تعملي مثلي. ادخل. سلطانة، الجارية إليانور انتحرت من شوي. مسكينة. موتا نحن اللي مسؤولين عنه. اصحك تحكي هيك بيزيد، مو نحن المسؤولين، قسم وقاسم هن ورطوها. ومولانا طلع على صريخ الجواري وشاف اللي صار بعينه. هاي رمية من غير رامي مثل ما بيقولوا. السلطان مراد رح يحقق بالموضوع أكيد، بس قسم بتعرف كيف تنفت حالها. بجوز ما تقدر يا سلطانة، الأسرار الخطيرة بالقصر صعب تتخبى. ونحن إذا أجتنا الفرصة رح نستفيد منها، مزبوط يا بنات؟ نحن بأمرك سلطانة. كيف بتتركيها تفلت من إيدك؟ كل الحق عليكي،
بنت بهالوضع توقعي منها كل شيء، لو ما هربت ما كان السلطان دري بالموضوع. يا ويلك إذا كبت القصة، وقتها ما حدا رح يقدر يخلصك من إيدي. طلعي لبرا كلكم، طلعوا. سلطانة، شو قصة إليانور؟ هاي الجارية صار لسنين بخدمتك، معقول بعد هالسنين تعمل اللي عملته؟ البني آدم خطاء، وقد ما تحاولي تهديه على الخير لا تتوقعي منه إلا الشر إذا قلبه أسود. وين عتيقة؟ قال طلعت مشوار هي وفاريا. أنا حاولت وقفها بس ما قدرت، مولانا السلطان هو عطاها إذن فما قدرت أمنعه. أساساً ما في أشطر منكم بعصيان الأوامر، ما حدا بيسمع الكلمة هون، كله بيعمل اللي براسه. جوهرهان، أنا تعبت من هم إخواتك، أنتي لازم تشيلي الحمل معي شوي. أنا ما دخلني بشي، رح أحكي يلي بعرفه بس. الله يستر معي ماما فيه، ما شفنا شي، ما بنعرف شو القصة، كيف وليش ما دخلنا. يلا أجا دوركم، فوتوا بسرعة. اللي بتعرف أي شي عن إليانور أو سمعت أي شي عنها تحكي دغري. كانت هادية وكويسة مع الكل، وما عرفنا ليش هيك ساوت. أنا كتير انصدمت يا آغا، الله يرحمها، ما كان في بيناتنا أي مشاكل. وإنتي؟ ما بعرف شي بنوب يا آغا، لا شفت ولا سمعت شي. انتي شو اسمك؟ عفيفة يا آغا، كتير انقهرت على موتها، كانت رفيقتي الوحيدة. انتي خليكي والكل يطلع، حركوا. روقي يا خانو، ما في شي بيخوف، احكي لي كل شيء بالتفصيل. شو بتعرفي عن الحادثه؟ مره شفتها عم تبكي وقاعده لحالها، ولما سالتها شو صاير معك قولي شو جاوبت. قالت لي انها حامل وما بعرف اي شيء غيره ابدا. بوس ايديك ورجليك خليني روح، اذا عرفوا اني حكيت لك بيقتلوني. قومي. ما حدا رح يعرف اسمك، رح يضل سر إذا جاوبتي بصراحة. مين اللي الجارية حامل منه؟ سمو الأمير قاسم. معقول تضل هيك يا قاسم؟
حالتك رح تخلي الناس تنتبه لك. بعرف انك بتحبها للجارية وزعلت على موتها، بس المهم انه القصة انتهت وما وصلت للسلطان. روح من هون يا إبراهيم، اتركني بحالي. مولاتي السلطانة، شو هالشي المهم؟ بأمر من مولانا السلطان أنا عم حقق بموت الجاري إليانور يا سلطانة. إيه عندي خبر. ليش هالتحقيقات؟ شو ما خبروك بتفاصيل الحادثة؟ سلطانة، بعرف إنه إليانور كانت حامل. وبعرف من مين كمان. كانت حامل من الأمير قاسم. ومنين سمعت هالحكي؟ من خلال التحقيقات يلي عملتها بالحرم لك يا سلطانة. انت اكيد جنيت. كيف بتتهم ابن الامير بناء على اشاعات؟ ومين هالوقح اللي افترى على الامير وكيف بتسمح له؟ الحكيمات اثبتوا انه الجارية حامل يا سلطانة، وبدوري قلت قبل ما اخبر مولانا واجبي اعطيكي خبر من بعد اذنك. رئيس الحرس، إذا بتتجرأ وبتفتح تمك بكلمة واحدة ما فيك تتخيل أنا شو ممكن ساوي فيك. القصة انتشرت بالحرم لك يا سلطانة، وأكيد رح يوصل الحكي لمولانا السلطان، وقتها رح يكون الوضع أسوأ. برأيي حضرتك تخبري، هيك بيكون أحسن، لأنك الوحيد اللي بتقدر تهدي غضب مولانا. رح أقول اللي عندي وبتمنى ما تقاطعني. الجارية إليانور ما سرقت شي، عملت ذنب أكبر. كانت حامل. وحامل من طبعاً. أنت فضلتي تخبي علي. شو بدي أعمل؟ حاولت حل القصة قبل ما ينتشر الخبر، لأنه هيك موضوع بمس بسمعة العيلة الحاكمة، وما كان بدي تكبر هالقصة بين الأخوة ويصير في بيناتكم دم، أنت ويا أولادي. طالما إنكم خبيتوا عني معناته أنا بحلو للموضوع. مراد، هذا أخوك يا ابني، أخوك وقطع من روحك، سامحه بترجاك، سامحه أو عقبه بس ما توصل للقتل، لأنه سلطانة، حراس، الحكيم بسرعة، حراس. أمي سلطانة، وعدني يا مراد، جيب الحكيم بسرعة. أمرك.
وعدني. حراس الحكيمة بسرعة. وعدني ابني، ما تقتل أخوك قاسم. أمي، ما تقتل قاسم مراد، وإلا بغضب عليك كل عمري. أمي